علامات إذا رأيتها فانطق الشهادة فورا، فانطق الشهادة فورا. ما أصعب أن يموت العبد وهو على ذنب، وما أفضل أن يموت العبد وهو على توبة. فهل تخيلت نفسك عزيزي المشاهد أنك تعصي الله عز وجل، وفجأة جاء ميعاد موتك من دون توبة؟ فكيف سيكون عذابك والعياذ بالله؟ فالموت قريب من كل واحد منا، فلا تغرنك الحياة الدنيا، فكل ما في الأرض سيفنى ويموت، وسيبقى الله عز وجل، فهو الحي الذي لا يموت. قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فقد أخبر الإمام مالك رحمه الله عن رؤى شاهدها بمنامه، وهي لشخص شكله غريب ومخيف وعملاق وله جناحان. فقال له: من أنت؟ فقال له: أنا ملك الموت. فقال له: يا ملك الموت، كم بقي لي من العمر؟ فأشار ملك الموت عليه السلام للإمام مالك رحمه الله على رقم 5 واختفى. فنادى الإمام: يا ملك الموت، أي 5 تقصد؟ واستيقظ الإمام مذعورا يبحث عمن يفسر له هذه الرؤية. فذهب إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله وقص له رؤيته. قال له: إن ملك الموت يريد أن يخبرك أن مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، وهي علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وملك الموت لا يعلم مواعيد موت الخلائق قبلها. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن أخبرنا وأطلعنا على علامات إذا أتت العبد فليعلم أن موته اقترب. فمن علامات الموت ضعف العضلات، ففي الأيام الأخيرة قبل الموت يمكن أن تصبح العضلات ضعيفة للغاية، وقد تصبح المهام البسيطة صعبة للغاية. وستجد من اقترب منه الموت لديه مشاكل في التنفس، هذه علامة تنذر بالخطر للعديد من الناس. وقد تتضمن هذه التقلبات تغيرات في التنفس، أو تشنجا مفاجئا للهواء، أو فترات طويلة في تقطع الأنفاس. وسيكون لمن اقترب منه الموت زيادة الارتباك، ويبقى الدماغ نشيطا جدا خلال مرحلة الموت، وحدوث زيادة في التململ والارتباك وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار. ويميل الجسد حينها إلى البرودة، ويحدث التفاف الساق الأيمن على الساق الأيسر أو العكس. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق أن هذه العلامات للموت تعتبر مؤكدة. فقد قال أحد أنبياء الله عليهم السلام لملك الموت عليه السلام: أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ قال: نعم، لي والله رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصر، فإذا لم يتذكر من نزل به ولم يتب، فإذا قبضته ناديته: ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول، ونذيرا بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد، يا أبناء الخمسين، قد دنا وقت الأخذ والحصاد، يا أبناء الستين، نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب، فما لكم من نصير؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ وإذا اقترب الموت يحدث شخوص البصر، وهذه العلامة مهمة جدا وتدل على خروج الروح من الجسد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمض ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير،
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وفي رواية: واخلفه في تركته. وقال: اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل أفسح له. فيا الله، نسألك ألا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. يا ربنا اغفر لنا.